نهما يهنئ ترامب ويؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وزير الخارجية النمساوي يؤكد استمرار التعاون مع الرئيس الأمريكي ترامب. استمرار المفاوضات غير الرسمية بين حزبي الشعب والاشتراكي. اعتقال 8 أعضاء من تنظيم يميني متطرف في ألمانيا يتزعمهم نمساوي. ارتفاع نسبة الطلاب غير الملمين بالألمانية في المدارس الابتدائية إلى 15%. وغرامة 2.8 مليون يورو على ستراباغ لانتهاك قواعد المنافسة في ألمانيا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. هنأ المستشار النمساوي كارل نيهاما دونالد ترامب بالفوز بالانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم، وأعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات عبر الأطلسية. وكتب المستشار السابق سيباستيان كورز: يبدو أن ترامب يحقق فوزا كبيرا، معتبرا أن ذلك يعكس رغبة الأمريكيين في سياسات هجرة صارمة. أما رئيس حزب الحرية هيربرت كيكل فقد وصف الحدث بأنه صفعة للنظام، معبرا عن أمله بتغيير مماثل في النمسا قريبا. صرح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ بتوقعه لاستمرار السياسة الأمريكية بوجه عام حتى مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. ورحب شالينبرغ بالنتيجة الواضحة للانتخابات، مؤكدا على أهمية الوضوح في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية. وأشار شالينبرغ إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، قائلا إن الحكومة النمساوية ستسعى لأقصى تعاون مع أي رئيس أمريكي. وعن المخاوف بشأن أوكرانيا أكد أن السلام يجب ألا يكون على حسابها، مشددا: لا تفاوض حول أوكرانيا بدون أوكرانيا. وصلت اليوم فرق التفاوض من حزب الشعب والحزب الاشتراكي لإجراء مزيد من المشاورات، فيما بقيت الأطراف صامتة حول تفاصيل النقاشات. وركزت المحادثات على القضايا الجوهرية كالنظام الاقتصادي والرعاية الصحية والأمن والهجرة. ووصفت أجواء المحادثات بالبناءة، إلى أن القضايا الخلافية ما زالت قائمة وفق تصريحات منفصلة لكل من بابلا والمستشار الفيدرالي كارل نيهاما. ورغم عدم وضوح موعد بدء المفاوضات الحكومية الرسمية، تواصل مجموعة خبراء دراسة الوضع المالي، ويتوقع عرض نتائج أولية بنهاية الأسبوع. ألقت السلطات الألمانية القبض على 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم يميني متطرف في ساكسونيا الألمانية وبولندا، يروجون لأفكار تتوقع انهيار الدولة ويسعون لإقامة كيان مستقل باستخدام القوة. ووفقا للإدعاء الألماني، تم تفتيش حوالي 20 عقارا بما فيها عقارات في النمسا، ضمن حملة شارك فيها أكثر من 450 من أفراد الأمن والتنظيم المعروف بالانفصاليون الساكسونيون، يضم حوالي 15 إلى 20 عضوا ويتبنون أيديولوجيا عنصرية نازية ومعادية للسامية. ويتزعم التنظيم يورغ، وهو نجل متطرف يميني نمساوي معروف وحفيد سياسي سابق في حزب الحرية النمساوي. تشهد المدارس الابتدائية في النمسا نسبة مرتفعة من الطلاب غير العاديين الذين يفتقرون للمهارات اللغوية اللازمة لمتابعة الدروس، حيث بلغت نحو 14.8% مع نهاية يونيو. ويوجد حاليا حوالي 10500 طالب من أصل 71000 في هذا التصنيف. ويشير كريستوف فيديكير عضو مجلس التعليم في فيينا إلى حاجة ماسة لموارد إضافية لدعم تعليم اللغة الألمانية، معتبرا أن تخصيص الحكومة للمناصب الداعمة ضئيل للغاية. ووفقا لفيدا كير، فإن نصف هؤلاء الطلاب ولدوا في النمسا، مما يعكس تأثير حركات اللجوء وأزمات كالحرب في سوريا وأوكرانيا. أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية بوندس كارتل أمت عن فرض غرامة مالية قدرها 2.79 مليون يورو على شركة البناء النمساوية ستراباغ، وذلك نتيجة لاتفاقات محظورة تتعلق بعروض مشروع في كولونيا. وتضمن المشروع تجديد جسر توبروكا حول تورط موظفون من ستراباغ وشركة أندريا كينا باو من بينبيرغ
وقد تم الاتفاق بين الشركتين على تقديم عرض حماية من شركة كينا خلال عملية العطاءات لتمكين حصول اتحاد عطاءات يشمل استراباج على العقد مقابل تعويضات مالية. وأكدت الهيئة أن هذه الاتفاقات تعرقل المنافسة وتمنع تحقيق عدالة الأسعار والجودة، وتم فتح التحقيق بعد بلاغ مجهول. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، ومساء سعيدة، وإلى اللقاء.